في الوقت الذي تتحدث فيه وزارة الصناعة عن النهوض بقطاع الصناعة، تتعرض العشرات من المصانع للاندثار نتيجة غياب الدعم الحكومي لهذا القطاع الحيوي. 104 معامل في عموم العراق من أصل 295 معملاً تابعاً لوزارة الصناعة انتهى عمرها الافتراضي أو توقفت عن العمل، في وقت تتحدث الوزارة نفسها عن الشروع بإنشاء معامل وخطوط إنتاجية جدد للنهوض بهذا القطاع المهم وليس إنشاء القديم منها. تم تشكيل لجنة للمعامل المتوقفة لغرض دراستها، بس انه اغلب هاي المعامل المتوقفه عمرها الافتراضي انتهى، معامل قديمه ومتهالكه، قسم منها بالستينات والسبعينات واكو بعض منها بالخمسينات ايضا، فاصبحت معامل قديمه ومتهالكه لا جدوى من اعاده تاهيلها. فضمن الخطه انه جلب خطوط انتاجيه جديده حديثه ومتطوره وتكون بمنتجات جديدة أيضا. مواطنون دعوا لضرورة اتخاذ إجراءات واقعية وسريعة لتفعيل الصناعة الوطنية لمزاولة عملها والتي تدعم المنتج المحلي في ظل استمرار أزمة ارتفاع الأسعار والتفاوت في سعر الدولار وتهريبه لخارج البلد. مع أنه أكو معامل هواية بالعراق متروكة وما مفعلة، فكل هذا تأثر بالجانب السلبي، يعني إذا تتفعل راح يتوفر عمل للمواطن العراقي، راح يقدر يشتغل هواية، راح توفر له يعني أحسن ما نستورد من برا. إحنا نشجع المنتج المحلي أمينة أفضل، ومثل ما قلت حيوفر شيء أحسن للمواطن العراقي. من 2003 لحد الآن البضائع اللي تجينا كلها من الخارج، مع العلم عندنا معامل متوقفة، وهاي الشباب إذا تشتغل المعامل الأهلية راح تشغل هواية أيدي عاملة، فإحنا نضطر دائما ناخذ البضائع الأجنبية ونبيعها بالمحل. أغلب المعامل والمصانع المحلية باتت معدومة، وهذا ما يزيد من نسبة العاطلين مع عدم وضع خطة استراتيجية لمحاربة آفة البطالة والحد من استشرائها. تستمر المطالبات بضرورة تشغيل المعامل والمصانع المتوقفة في البلاد لاستقطاب عدد أكبر من الشباب وتشجيع المنتوج المحلي للتخفيف من حدة الاستيراد. زينب ستار، قناة الرابعة، بغداد.